برحب بيكم في حلقة جديدة فيديو جديد هنتكلم فيه عن الأبراج اللي في شهر نوفمبر، وهنتكلم عن طاقة الأبراج في الويك أند القادمة اللي هو يوم 16-17-18، وهنتكلم عن أهم النصائح والتحذيرات لبعض الأبراج ومين هم ملوك الحظ، مين هم الأبراج اللي لازم تحذر في الويك أند. أتمنى إن شاء الله بإذن الله من كل قلبي إنها تكون ويك أند سعيدة وأجازة سعيدة. أنا عن نفسي كرشة بحب يوم الخميس والجمعة، بحبش يوم السبت قوي. قولوا لي بقى اكتر يوم بتحبوه في الاسبوع هو يوم ايه. وقبل ما ابتدي في الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي بتابعوني من جوه مصر، او لاف للفيديو اللي بتابعوني من بره مصر، واعملوا شير كتير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، والحجز استشاره خاصه او قراءه خاصه او جلسه جذب او قانون جذب بليز تبعتوا على الايميل. طيب ماذا يشعر برج كل برج من الابراج في الويكند، وايه الطاقه المسيطره والمهيمنه على كل برج من الابراج. خلونا نقول الوضع الفلكي. الشمس لسه ستيل موجوده في برج العقرب لحد يوم 22، بعد كده من يوم 23 الشمس والمريخ هيتنقلوا لبرج القوس. عطارد موجود في القوس، المريخ موجود في برج العقرب، فينوس موجود في برج الميزان، وده بيدعم الابراج الهوائيه والابراج الناريه. انا شايفه ان فينوس في الميزان وضعه حلو جدا لان ده بيته، فينوس بيته هو برج الميزان. ايه تاني يا رشروشة؟ زحل بدأ في التقدم من يوم 4 نوفمبر، ودي حاجة كويسة جدا جدا. كان عندنا نيو مون في برج العقرب يوم 13، وعندنا فول مون في برج الجوزاء يوم 27. طيب تعالوا بقى نتكلم عن مين الأبراج التي يجب أن تحذر، مين الأبراج اللي بتبص. خلونا نبتدي ببرج الحمل. برج الحمل القمر موجود في برج بكره وبعده وبعد بكره لحد بعد الظهر في برج الجدي، وبعد كده هيتنقل لبرج الدلو. ماشي، فالحمل يور جود يا برج الحمل، بس عندك شغل كتير، يعني عندك مطلوب منك حاجات كتيره جدا جدا. شايفه ان انت شويه انت كنت مبسوط اكتر لما بقمر القوس، بس شايفه ان انت ممكن تحس بهمدان شويه، بكسل، تحس ان انت عندك شغل كتير، مطلوب منك حاجات كتير، حركه كتير، مشاوير كتير. برضه ممكن يحسب عصبي شويه، خلي بالك من عصبيتك يا برج الحمل، او تبقى سهل الاستفزاز، او مشكله تحصل مع حد من اهلك او حد من الاصدقاء، حد يستفزك، فتذكر يا برج الحمل. يعني برج الحمل يور نوت جود نوت باد، يعني مش احسن حاجه، بس في لخبطه، في يعني ايه، بلاش عصبيه وبلاش حد يستفزك، دي اكتر حاجه عايزه اقولها لك. بس انت افضل بكتير جدا جدا من يوم 18 بالليل. 18 بالليل القمر هيتنقل لبرج الدلو، الصديق ليك، فانت هتكون احسن. يعني انت بالنسبه لك السبت بالليل وحد واثنين احسن بكتير جدا من الويكند. فالويكند بالنسبه لك 50-50. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه في نهايه عام 2023 اللي هو شهر ديسمبر، اختاروا ابراج تحبوا نتكلم عنها بالتفصيل. وبليز يا جماعه تتابعوني على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور. ندخل بعد كده على تورس. برج التور انت من الابراج اللي حظها حلو، من الابراج اللي عندها طاقه حلوه، عندك جود تايم، كواليتي تايم، تبسط ويك اند سعيده بالنسبه لك يا برج التورس، بتقضيها مع الاصدقاء مع الاهل، بتخرج خروجه حلوه، بتبسط، بتقضي وقت سعيد، وقت تبسط فيه. فانا شايفاك من الابراج المبسوطه، من الابراج اللي طاقتها حلوه جدا جدا، وبالنسبه لك هنقول لك هابي ويك اند يا عم سعيد يا برج الثور. فشايفه ان عندك بالعكس اشتغل على اليومين دولت كويس، يومين حلوين قوي، لان القمر الجدي بالنسبه لك يعني قمر سبورتيف. انا عارفه ان الشمس والمريخ ليس في افضل حال بالنسبه لك، فاستغل اليومين دولت لان الشمس مش في وضع داعم ليك. فبالنسبه لك يومين طاقتك فيها حلو، تقضي وقت حلو، تبسط، تسمع كلام حلو، عندك نجاح في العمل. فيومين او ثلاث ايام اللي هم الويكند جو اون يا برج الثور. برج الجوزاء انت من الابراج التي يجب ان تحذر شويه. ممكن تحس ان انت مودك وحش، مودي كده، مزاجي، اي حد بتعصب بسهوله، تحس ان انت كل ما تيجي تعمل حاجه تبوظ، تحس ان انت ممكن تكون تعبان صحيا برده يا برج الجوزاء. عندك خلافات، عندك برده حاجه ممكن تستفزك، حاجه تضايقك، حاجه تعصبك، فتيك كير يا برج الجوزاء. انت افضل بكتير جدا 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 من يوم 18 بالليل، لان القمر هيتنقل لبرج الدلو صديق ليك. فانت 18 و19 و20 انت من الابراج الاكثر حظا، لان قمر الدلو قمر صديق ليك. فاي حاجه مهمه ناجلها اليوم الاحد او الاثنين. اوكي
اوكي نيجي بعد كده على برج السرطان. اوه بقى يا برج السرطان، انت اكتر برج يخلي باله كويس جدا جدا. شايف انه ممكن يبقى عندك مشكلة او متضايق او مخنوق او يحصل موقف يستفزك او حد يعمل موقف يستفزك، فانت عصبي، خلي بالك من المواجهات، خلي بالك من اي حاجة ليها علاقة بالشراكات العاطفية او الشراكات النفسية. تكير يا برج الجوزاء، انا شايفاك لست بافضل حال، يعني خلي بالك ممكن تكون متضايق متعصب متنرفز اوت اوف ذا مود. فتكر انت من الابراج اللي لازم تخلي بالها كويس قوي قوي. وخلي بالك برضو من ان حد يعني ممكن انت بعلاقتك مع البارتنر بتاعك، سواء البارتنر العاطفي او البارتنر المالي او البارتنر العملي، يعني فيها حاجه ليها علاقه بشراكاتك ممكن تكون مخلياك اوت اوف ذا مود وتستفزك وتضايقك وتخليك متعصب شويه يا برج السرطان. فبرج السرطان بكره يوم صعب، يوم فيه عصبيه فيه نرفزه، يعني خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لان برج الجدي في وشك في الدائره الفلكيه. بعد كده خلونا نتكلم عن الاسد. الاسد انت بقى يا برج الاسد الاسبوع الجاي ده تقعد على جنب وتقعد على حيطه وتسمع الزيطه لحد يوم 23 بقى يا برج الاسد، لما القمر لما الشمس تتنقل لبرج القوس. ليه؟ لان عندك 3 ايام في برج الجدي، خلي بالك من خلفه القوانين، خلي بالك من حد يزعلك او يضايقك او يخرجك بره المود او حد يخليك متعصب. فتذكر يا برج الاسد ممكن مشكله في عقر دارك، مشكله في اهلك. بعد كده للاسف من يوم 18 و19 20 القمر هيتنقل لبرج الدلو، فتذكر هيبقى عندك تعكسات تعطيلات تاخيرات، لان قمر الدلو في وشك ومعاكس ليك. فانت يا برج الدلو الاسبوع ده اسبوع كريتيكال بالنسبه لك، اسبوع مش سهل، لازم تحضر فيه وتخلي بالك. بلاش مواجهات، بلاش صراعات، بلاش مشاكل. بعد كده برج العذراء، برجي اهلا يا برج العذراء. انا شايفه انه يومين او ويك اند سعيده، ويك اند فيها عاطفه حلوه، فيها لقاءات عاطفيه، فيها سعاده، فيها انطلاقه، فيها تحقيق حلم، عندك وقت حلو، بتقضي كواليتي تايم، بتقضي وقت حلو مع الاصدقاء مع العيله. اتس جود تايم فور يو. فانت من الابراج السعيده، من الابراج المبسوطه، لازم تستغل الثلاث ايام دولت او الويك اند دولت لمصلحتك يا برج العذراء. عندك مصالحات، عندك طاقه حلوه، تستمتع بوقتك، شكلك حلو، بيحصل حاجه كنت بتتمناها او نفسك فيها. فانت من اكتر الابراج المبسوطه ومن اكتر الابراج المدعوم. طاقتك حلوه، سعيد، مبسوط، عندك لقاء عاطفي حلو، حد بيقولك كلام حلو، بتبسط، عندك طاقه لطيفه، عندك لقاءات عاطفيه، مبسوط يا برج العذراء، لازم تستغل اليوم ده. برج الميزان، عدي الويك اند على خير لحد يوم السبت بالليل، لان السبت بالليل القمر هيتنقل لبرج هيتنقل لك لبرج الدلو الصديق ليك. فيعني خميس وجمعه وسبت صباحا ممكن شويه تحس ان انت اوت اوف ذا مود، تحس ان انت متضايق مخنوق، عندك طاقه صرف كتير، يعني ليست بالافضل حال يا برج الميزان. انت احسن بكتير جدا حد واتنين وكمان سبت بالليل، لان قمر الدلو ده قمر صديق ليك وقمر داعم ليك. فانت تذكر يا برج الميزان. نيجي بعد كده على العقرب، انت واحد من اكتر الابراج المحظوظه والسعيده، وتقضي وقت حلو، عندك خروجه حلوه، بتستمتع بوقتك، بتتعرف على حد جديد، عندك طاقه عاطفيه، واثق في نفسك، بتقضي وقت سعيد او عندك كواليتي تايم. فعندك ويك اند سعيده، ويك اند جميله، بتعمل حاجه جديده، بتجدد في شكلك، بتشتري حاجه نفسك فيها. فلازم تستغل الطاقه دي يا برج العقرب، وانت من اكتر الابراج المحظوظه. القوس خلي بالك على عداواتك، ممكن يحصل عندك عداوات، مشاكل في الشغل، مشاكل في العمل، خلي بالك برضو ممكن يكون عندك مواجهات، مشاكل. تذكر يا برج القوس انت افضل بكتير جدا من يوم 18 و19 و20، يعني من 18 بالليل، لان القمر هيتنقل برج الدلو الصديق ليك. فعدي الويك اند دي من غير مشاغبات ومن غير مشاكل، وعدي يا ليله، عدي يا ليله، عدي يا ليله. طيب برج الجدي انت الملك والملكه، يومين ولا اجمل ولا اروع، بتطمن على نفسك، بتشوف اصدقاء، بتقضي وقت حلو، بتستمتع، عندك ثقه في نفسك، عندك كاريزما، بتحس بتحسن، طاقتك حلوه، مبسوط. فانت من ملوك الحظ يا برج الجدي، واستغل الطاقه دي، ومن اجمل الويك اندز بالنسبه لك اللي لازم تستغلها لمصلحتك. برج الدلو عندك يوم زحمه، يومين زحمه، يومين فيهم شغل كتير، يومين فيهم حركه كتير، متعصب، بتنرفز، خلقك ضيق، ممكن حاجات تحصل تخرجك اوت اوف ذا مود. فتذكر يا برج الدلو يومين عديهم، انت افضل طبعا، انت مالك من ملوك الابراج من يوم السبت بالليل، من يوم السبت بعد الظهر، لان زي هتنام وتصحى كده بعد الظهر تلاقي نفسك انت الملك والملكه لمده 3 ايام، يعني 18 بالليل و19 و20 القمر في برجك بيدعمك، بيديك سعاده، بيديك طاقه حلوه، بيديك انتشار. فانت من ملوك الحظ، من الابراج الاكثر حظا. بعد كده برج الحوت، طبعا انت يومين حلوين جدا، بتقضي وقت ممتع، بتستمتع، عندك ثقه في نفسك، بتقضي عندك لمه اصدقاء، يو ار هابي، بتبسط، يومين حلوين جدا او ويك اند سعيده جدا بالنسبه لك. يبقى مين اللي هنقول لهم هابي ويك اندز يا جماعه؟ رقم 1 الجدي، رقم 2 العذراء، 3 برج العقرب، 4 الحوت، 5
التورس. طيب مين الابراج اللي عايزين نقول لهم تيك كير؟ واحد السرطان، اثنين الاسد، ثلاثة القوس، اربعة الجوزاء، خمسة الحمل، ستة احنا قلنا الاسد صح، الدلو. يخلي بالهم يا جماعة، وبليز ما يعني الابراج اللي قلت خلي بالكم، يعني بلاش مواجهات، بلاش خلافات، اي خناقة تدخل فيها تخسرها، بلاش اي حد يحاول يستفزك، ما تخليش اي حد يستفزك يا معلم، اي حد يستفزك بلاش كده يعني. اما الابراج الترابية برج السرطان يا جماعة اللي بجد عنده مشاكل كتير جدا جدا، وعدوا بقى ايه اللي هو بقى عارف انت بتتلكك، بتلكك، تحس ان انت ممكن تحصل مشكله في بيتك، مشكله في عقر دارك، او مشكله مع احد الاصدقاء، او مشكله مع احد الاقرباء. فتذكر يا برج السرطان. اوكي قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو، ولو بتتابعوني من بره مصر بيستعملوا لاف للفيديو. قولوا لي تحبوا نعمل الفيديوهات الفتره الجايه عن التخاطر الروحي ولا لا، يعني ازاي تقدروا تعملوا تخاطر روحي وتجذبوا اي شيء انتوا عايزينه. والفتره الجايه خلاص احنا هنبتدي في حلقات، مجموعه حلقات عام 2024 ونهايه 2023 اللي هو شهر ديسمبر. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. بشكركم، بحبكم جدا 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 يا جماعه. الابراج اللي قلت لازم يستغلوا اليومين دولت، خلاص الشمس من يوم 23 هتتنقل لبرج القوس، والابراج الترابيه والابراج المائيه استغلوا الفتره دي، عشان دي من اكتر الايام محظوظه ليكم، لان من بعد يوم 23 الابراج الترابيه الثور والجدي والعذراء، يمكن الثور هو اللي هيستريح، بس الجدي والعذراء والحمل والحوت قصدي والسرطان والعذراء هيتعبوا، هيبقى عندهم تاجيلات، تعطيلات، ستريس، مشاكل، حوارات. فتكر يا جماعه، بشكركم، اي لاف يو اول، بحبكم، وشكرا لكل الكومنتات البوزيتيف اللي عندي. ثانك يو.